حاجة المقابلة يعني في الميدان ديالنا غادي نحاولوا باش نركزوا فيها ونحققوا فيها نتيجة إيجابية بغض النظر على النتيجة اللي حصلنا عليها في المريخ. غادي نحاولوا أننا وسط الجماهير ديالنا وفي الملعب ديالنا أننا نحصلوا على نتيجة إيجابية اللي تزكي النتيجة اللي فزنا بها في آخر مقابلة. بالنسبة للتظاهرة الحمد لله عندنا واحد التركيبة بشرية اللي تقول الكلمة ديالها إن شاء الله في جميع التظاهرات اللي ما تخليش للمدرب أنه يلقى مشكل في أي توليفة اللي تكون في المقابلة. نتمنى أننا نكون في المستوى الكبير اللي نفرحه الجماهير الودادية والجماهير المغربية عامة إن شاء الله. كيف ما قلت لك فريق الوداد فرق كبير الحمد لله. كما قلت لك التركيبه البشريه اللي عند الفريق ممكن لما كانش لاعب الحمد لله كاين لاعب اخر اللي في نفس المستوى اللي قدم المردود اللي شرف قميص فريق الوداد. هذا الشيء الحمد لله اللي موجود عندنا الحمد لله في الاسره الوداديه. نتمنى وكما قلت لك حتى اي لاعب تعطاته الفرصه ثقته مع المدرب انه تحفز اللاعبين اكثر سيخسوا اللاعبين اللي ما تيكونوش عندهم حظوظ انهم يبداوا المقابله باش انهم يوصلوا على اللاعبين اللي عندهم كومبيتيسيون. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.